اتفقنا في المنتدى، منتدى البلدان المصدرة للغاز، أن الغاز هو حل بالنسبة للانتقال الطاقوي. الغاز هو الحل الآن، الطاقة اللي تعطينا عدة حلول بالنسبة لعدة مشاكل اللي نلقاوها وصعوبات بالنسبة للطاقة والصناعة والعدة كذلك استعمالات بالنسبة للغاز. هذا أول تحدي اللي تكلمنا عليه ما بين البلدان المصدرة للغاز، أن الغاز عنده دور هام، هو الحل لمرافقة الانتقال الطاقوي.